أبوك عدنان كولكاي. إيه؟ تعرفي كأنه؟ يعني أمك حكيت لي عنه. ماشي خالي، نحن منستأذن وعنا شغل. دربكم خضرة. تشرفت بمعرفتك. فيني ضمك ابني؟ هي طبعا فيك تضميني، انت رفيقتي المرحومة. زورينا خالي. بتشرفينا امتى ما اجيتي؟ ان شاء الله علي، اكيد بزوركم. ماشي بخاطرك. بالسلامة يا ابني. بالسلامة. يلا بخاطركم. بالسلامة بنتي. الله معكم. تفضلي. يلا يا سمرة خانم، شوفي الأكلات اللي حاططيهن على النار بالمطبخ، وكملي تنقية العدس هنيك. ايه رايحة. انتي شو عم تعملي هون؟ ما عم بفهم شو اللي عم بتحاولي تعمليه بعد كل هالسنين. انا هون لحتى اشوف ابني، اجيت لشوف ابني. وطيب شو رح تقولي له؟ مرحبا حبيبي، انا امك جاي اسلم عليك. وشو لو بهدلك بوقتها؟ او بجوز انه يقلعك فورا، شو رح تعملي بوقتها؟ حبسوني 20 سنة، 20 سنة ويمكن أكثر. هدول مو كلمة بتتم، وكانوا كل يوم يعطوني أدوية، نيموني وخدروني كل الوقت مثل كأني مو موجودة. ما أقدر حرك إصبع أو أمشي خطوة، وما تركولي مجال أقول كلمة واحدة. أنا شو عاملة لحتى يقلعني ابني؟ ها؟ لو كان فيني إجي ما بجي وبشوفه؟ وإنت قاعد هون وعم تلومني؟ يا ريت لو دورت علي. إنت هون عم تلومني وأنا كل يوم كنت عم موت، ليش ما دورت علي يا أخي؟ والله ما بعرف، ما بعرف أختي. كل هالحكي ما عندي علم فيه. آسف زايدة، لا تواخذيني، لا تواخذيني. طلعت أنا المحقوق مو أنت. الله يسامحك يا أخي. مين اللي عمل فيكي هيك؟ صرنا زميل بالشغل، حادثة عمل ولازمنا تقرير وفاة، ولو مو مضطرين ما كنا زعجنا حضرتك بهذا الطلب. التقرير ما بينكتب هيك يا شباب، بلا مطرود الله معكن. اسمعني استاذي، اللي ما بتعرفه انه معلمنا شخص مهم كتير، وما بدنا يفوت على الحبوس بسبب حادثة عمل بسيطة. اصلا الميت مريض قلب، بدنا نكتب بالتقرير جلطة قلبية موتته. بس موته ما كان بسبب مرضه. مبلا، لو كان غير هيك ما اجينا لعندك. شوف لقلك، هلأ الزلمة مات الله يرحمه. قلتلكن ما بقدر. حتى إذا عرفت إنه تعب حضرتك رح يندفع تمنه زيادة وأكتر، 1,000,000 ليرة. المهم حضرتك توافق. ما بقدر. يلا تفضلوا. أنا خايف نضطر نقنعك بطريقتنا. تفضل شوف هالملف، جمعنا لك كل أخطائك بملف واحد، إلا ما منعرف يمكن يلزمنا.
صحيح في شغلة مهمة نسيت خبرك ياها. نحن معنا كل أسماء المجرمين يلي طلعتهم من السجن، وكمان التقارير المزورة، والأبرياء يلي رميتهم بالحبس، والرشاوي اللي قبضتها، وكم حساب بالبنك انفتحوا باسم مرضاك اللي ماتوا على إيدك وبهي المشفى بالتحديد. طلع سجلك حافل يا خسارة. شو المطلوب مني؟ اللي لشوف داير بالك على شغلك بالشركة؟ صاير عم تحكي معي مثل عدنان كولكاي. شكلك فهمتني غلط. أنا عم ساوي هيك بس مشان أحميك. ملك، أنت خليكي هون هلأ، حابب أحكي أنا وياه لحالنا. خليني بالأول أحكي معه وهدي، بلكي بيفهم شو القصة وبيعرف أنه مالنا ذنب، بلا ما هلأ يحكي له شي كلمة قاسية معي وتتضايق من القصة. طيب كيفك عمو؟ ما بدك تسلم علي كمان؟ ملك ما لزن، هي مقهورة وكتير زعلانة. أنا اللي أخدتها على البيت. الوضع مو متل ما أنا مفكر. أبي هو اللي اشترط علينا وكان عم يموت، قال إذا ما بتجوا تسكنوا عندي بالبيت ما رح أعمل العملية. كنا مجبورين. بسبب اختك المجنونة بنتي ما عاد تقدر تعزف على الكمان، وابوك وقف قدامي وقال لي خد مصاري بس اسكت. معقول انسى هالمواقف؟ للاسف عمره ما بينتسى يا ابني. معك حق عمو، بعذرك. ونحن كمان تأذينا، بس لا تاكل هم، رح حاسبهم على كل شي عملوا فينا انا وملك. عمو صدقني وثق فيني واعتمد علي. فهمت. شو صار معك؟ روقي خلص ايدي، كل شي بيتصلح. ايه لا تقلقي وثقي فيني، انا معك لاخر العمر. ماشي. وهلا يا كاظم بيك، رح نروح على البنك، ومثل ما حكينا من شوي كل مصاريك اللي هنيك تتبرع فيهم للجمعيات الخيرية. اسف ما فيني، انا بحب عمل الخير ودائما بقدم مساعدات. شوف كاظم بيك، انت بمصاري مين عم تتبرع؟ فاهمني، لا تستفزني ابدا. يلا قوم. اسمع، انا تركت هالقصص، اذا بدكم روحوا على الشرطة ورح انكر كل شيء، ورح اقول هددتوني بسلاح، هيك رح اقول. يا مين؟ كاظم بيك بيكون مشتاق لحفيده وحابب يشوفه. شوف شو بدكم بالولد؟ هو ما دخلوا بشي وما إلو علاقة كمان. لك هلأ بتخوفوه؟ روق كاظم بيك، نحن مستحيل نأذي حفيدك، رح ناخده مشوار صغير على الحديقة، رح يتسلى شوي ويكون مبسوط.
إذا كل شيء مشي مثل ما بدنا. أنا شو لازم ساوي؟ لازم تتطهر من كل ذنوبك يا دكتور، وبالتبرعات يلي رح تقدمها رح تفرح قلب أكثر من مظلوم. ما بدي يسلم. جيبي لي قهوة ليلى. حاضر. ألو، تفضل. شوفي، انت شو عم تقول؟ ومين ورا هذا الشيء؟ قدرتوا تعرفوا؟ ماشي، طيب فهمت. كأنه صاير معك شيء عدنان. نورا، ليش ما عم تاكلي بيض؟ لأنه حاسة إنه معدتي اليوم مو مرتاحة. حبيبتي لازم تاكلي منيح كرمال ابننا. يلا، خير؟ فيك شي عدنان بيك؟ لا ما فيني شي منيح. طالما قلت إنك منيح طمنتني. يلا بالإذن، صحتين وهنا. الله معك. في أحد المستشفيات التابعة لمجموعة شركات كولكاي تم توجيه اتهامات خطيرة لأحد كبير الأطباء هناك والملخصة بتزوير تقارير طبية وقبول رشاوى، ويطالب بحبسه لمدة 5 سنوات. يا جماعة ما بصير يا أخي، لا تصوير تصريح بعد، لازم تحكي يا أخي، لازم لا تصوير. نحن صحفيين ومن حقنا نعمل يلي بدنا إياه. لو سمحتوا، لو سمحت. عدنان، بتحب نطلع نتمشى أنا وياك؟ مو وقت التمشاية هلأ شاهيناز، في 100 قصة شغلة بالي. ميسون على الباب شاهيناز خانم. نعم؟ مرحبا يا خانم. أنا آسفة وبعتذر على الإزعاج، صحتين وهنا. ليش واقفة؟ تفضلي افطري. مو حضرتك بتكوني صديقتها لخالتي؟ عن إذنكم نحن ماشيين. الله معكم، مع السلامة. أنا في شغلة ما فهمتها، هلأ أنت وشاهيناز من وين بتعرفوا بعضكم؟ مو قلت لك عدنان؟ ميسون خانم كانت تجي لعنا على الجمعية وعندها أخت مريضة. أنا سألت ميسون خانم. شاهيناز خانم خدمتني وساعدتني لسنين طويلة، بس صحي شو صار بموضوع البيت؟ استلمتي بعدين؟ لا، لساتني ما استلمته. إمتى ما احتجتي أي شيء اتصلي فيني دغري، ماشي؟ عفواً، شو بدي أسألك؟ إذا معلوماتي معنا غلط، أمي قالت إنه في عندها أخت، مزبوط هذا الشيء؟ لا مو هيك، ميسون اللي عندها أخت، ما هيك ميسون؟ صحي، كيف وضع أختك؟ تحسنت؟ كتير تحسنت، نشكر الله. فرحتيني كتير، ما تشوفوا شر. بفهم إنه أختك مريضة يعني؟ هيك كنا مفكرين لسنين،
بعدين بيّن أنه الدكاترة مشخصين حالتها غلط، حتى شاهي ناس خانم بتشهد على وضعها. إيه ما سمعتها؟ هلأ قالت أنه تحسنت. نشكر الله. بعتذر منكم، بس فيني فوت على الحمام؟ ليلى. نعم يا خانم. دليها على الحمام. تفضلي. صحي أمي، أنتي ليش كتير توترتي؟ شو صار لك؟ لا بنتي لا توترت ولا شي، شربت قهوة كتير، أكيد ارتفع ضغطي. هالست كيف بتجي هيك لعنا بدون ما تاخد موعد؟ دخيلك، عقلها على قدها، ما بتفهم بالأصول، مع أني صرت منبهتها كذا مرة. وطي صوتك شوي، المخلوقة جوه لساتها. ماشي. شاهيناس خانم الضيفة مشيت. اللي تبرعتوا باسم عدنان كولكاي؟ ايه، انت لا تاكل هم. ممتاز. تفضل. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. أنا بدي أرفع دعوة ضد مرأة اسمها شاهيناس كولكاي. هاي الإدبارة؟ إيه هي. فتون، بعتي لي قهوة فورا. يا أهلين، يلا خبرني أخبار حلوة. أنا هكرت إيميله لعلي وعرفت الشخص يلي عم يواجهه. تفضل. وهن قاعدين سوا هلا. إذا ما لقطت شي محرز ضد جود بابا رح يضل واثق فيه لهالتافه. مو طالع شي بيد أبوك، أساساً ما في يستغني عنه. اسمع مني محمد، تعال على الشركة، تعال لعندي بلا ما نتركه عم يعمل شو ما بده بالشركة. والله برافو عليكم. هون عم تجتمعوا وتخططوا لتنقذوا الشركة؟ علي، انت شو عم تعمل معه؟ وانت شو دخلك صهري العزيز؟ جود انقلع احسن ما ابتلي فيك هلا. اوعك توثق بمحمد. لكان اوثق فيك؟ شو دخلك؟ بما اني انا مدير مجلس الادارة لازم تعرف ما بيصير تشارك معلومات الشركة مع ناس بلا طعمة مثل هاد. اهدى محمد، روق، خلص القصة عندي، عود.
اهدى. الأحسن أنك تروح من هون، دور على مصايب بمكان تاني. يلا اسمع، إذا غايتك تجيب محمد على الشركة انسى الموضوع، لأنه نحن ما عم نلعب. عدنان بيك ما بيمتحن حدا مرتين، طبعاً لتكون بالصورة. ونحن ما عم نلعب كمان. ومين أنتو؟ أنت وياه؟ لا، خياله وخيالي. أنا عرضت شغل عليه وعم حاول أقنعه فيه، بس أنت إجيت مثل القضى المستعجل. ما بصير هيك. بالمناسبة بدي ذكرك، مو عدنان بيك، علي بيك بيكون مديرك، فهمت؟ معناها فتح لي أدنيك منيح. طول ما أنا عايش هالزلمة ما بيعتب جوات الشركة، والأحسن ما تثق فيه يا علي بيك. شو رأيك اليوم نحتفل بعيد ميلادك ولحالنا؟ قصدك تقول عيد ميلادي اللي مرق؟ أنت كل يوم بتخلقي من جديد. لا ترد علي. ألو نعم؟ تعال على المعمل القديم بدي شوفك. شو بدك؟ الموضوع ضروري. ماشي جاي، ما بطول. علي لوين بدك تروح؟ ما رح خليك تضل حالك معه. خليني وقف لك تاكسي لحتى تاخدك. علي لو سمحت، ما بدي اياك تروح، مو بدنا نحتفل بعيد ميلادي سوا؟ وهي لقينا تاكسي مشان تروحي فيها. يلا انزلي. علي ما بدي اتركك لحالك معه، كتير خايفة. وليش لا تخافي؟ يلا انزلي. شبكي ملا ليك التاكسي ناطرتك، ما حلوة تتأخري على الزلمة. يلا قومي انزلي. يلا يلا انتبه، ما بدي وصيك. الله معك. صف السيارة لقدام شوي واتركني وروح. متأكد يا بيك؟ إذا بتحب استناك. إيه متأكد، فيك تروح. حاضر يا بيك. من مروجي المخدرات في مدينة أنقرة العاصمة، وكان بحوزتهم كميات هائلة من المواد المخدرة، وقامت الأجهزة الأمنية بمصادرة ما كان بحوزتهم. ألو نعم، وبعدها بيك. أنا آسف كتير على الإزعاج، بس يمكن الموضوع بهمك. جود بيك كان متوتر شوي واتصل بعلي وطلب منه يشوفه ومشاني. وين جود هلأ؟ راح على المعمل القديم. طيب ماشي. ليلى. نعم يا ابي. روحي هاتي جاكيت. ايه فورا. اه
خليني ساعدك. تفضلوا. شاهيناز كولكاي موجودة؟ بس لحظة. ملك، ملك حامل مني أنا، يلي ببطنه هو ابني مو ابنك. الكل بيعرفه بس أنت لا. حبيت خبرك بهالشي. اسمع، أنا بعرف منيح شو عملت معه، بعرف كيف تركتها لحالها ومشيت، ولهيك بتسكت وما بتفتح الموضوع مرة تانية. أنا وملك قطعنا وعد لبعض، وقفنا سوا على رجلينا، ومحينا كل الماضي تبعنا، وبلشنا حياة جديدة من الصفر، أسسنا لعيلة بتشبهنا، والله بيحبنا وأكرمنا بهذا الولد. شو مشكلتك؟ ليك علي، أنا كمان محيت الماضي وهداك الموضوع تسكر، لا تشغل بالك، بس هذا الولد ابني وأنا ما رح أترك لكم إياه أبدا. كأنه أنت ما عم تفهم شو عم أقول؟ الولد بيكون ابني أنا وعمره بس 5 أسابيع، فهمان؟ ما بتذكر اسم ملك مرة تانية على لسانك، أحسن ما أقبرك. نزل إيدك ولا شو عم يصير هون؟ شو المشكلة؟ فهموني. جود، مشكلة بتخص الشغل. ابنك المصون عم ياخد استشارة من محمد بخصوص شغلنا ومشان الشركة، وطبعا بدون ما يخبرني. فهمني كيف بدك يعني اسكت له عن هذا الشيء كله؟ وانا كمان كنت عم اسأله لجود بيك ليش كل هالقد متضايق من القصة ومزعوج منها، ولهيك اجيت لهون. انا زعلت من محمد لانه تركنا وراح بدون مبرر، بس بالاول ولا بالاخر هي مجرد استشارة بخصوص الشغل. ليش كل هالقد مكبرها جود؟ إذا أنا كنت مدير الشركة عدنان بيك ما رح أسمح بهذا الشي يصير، وهذا القرار نهائي عندي. لو هيك كنا نحل المشاكل بعمرها الشركة ما كبرت ولا وصلت للي وصلت له هلأ.
نحن مو هيك تعودنا نحل مشاكلنا يا جود. لكان كيف تعودنا نحلها؟ لو كنت مكاني قلي شو بتعمل؟ لو كنت مكانك بحل المشكلة بشكل حضاري وأنيق. طبعاً إذا كانت المشكلة هي فعلاً محمد بشكل حضاري. قلت لي ما متأكد؟ متأكد. يلا تفضلوا. ألو جهاد، مرحبا. تعرف عنوان شخص اسمه محمد كان يشتغل معنا وتركنا وراح؟ حلو، أنا هلأ رايح على البيت، جيبوه لعندي، وإذا ما رضي يجي جيبه بالزور. مو صحيح، هذا حكي فاضي. يعني وحدة مجنونة بتتهمني هيك وانتو فوراً بتصدقوها؟ انت عن مين عم تحكي؟ عم احكي عن هالمرة. لعلمك بس هاي المرة مريضة نفسياً وانتو حابسيني هون على الفاضي عم بتضيعوا وقتكن. في شكوى رسمية ضدك يا خانم. في أدلة ضدي؟ ما في. بعد كل هالسنين فكرت حالي عاملة خير. هاي المرة تركت ابنها وراحت وما عادت بيانت بنوب. عملت كل شي بقدر عليه مشانه. هاي المرة أكيد وحدة مجنونة، لأنه بدل ما تشكرني إجت واشتكت علي. مو معقول. طيب إذا كلامك مزبوط ليش لحتى تشتكي عليكي؟ ممكن هي تكون غيرانة مني لأنه جوزي ما طلقني وتجوز إلها. عم تنتقم، القصة واضحة، عم تحاول تخرب بيتي. يعني يا خانم مو المرة اللي إجت قدمت الشكوى ضدك. لكن مين؟ رشاد. رشاد ياوز. وشهد شاهد من أهلها. يعني شو بدنا نحكي؟ مرحبا. أهلين. وهي إجا المحامي. بعرفك هذا المحامي الخاص تبعي. حضرتك شفت وكيل النيابة؟ طبعا، ولبين ما نجمع الأدلة الكافية فيها تروح شاهيناز خانم على البيت. تمام، ممكن نشوف أقوال شاهيناز خانم ومذكرة الشكوى لو سمحت؟ أنا فيني روح هلأ؟ أكيد، بس ممكن بأي لحظة نطلبك للتحقيق مرة تانية. ماشي. تفضل. شكرا. برأيك ما رح يصير شي من هالشغلة؟ ما بعتقد، لأنه ما في عندهم أدلة كافية. هالموضوع بيضل بيناتنا. عدنان بيك ما لازم يعرف فيه، وإذا سألك أي شي وبده يستفسر قل له مشان وراء ناقصة للجمعية أو أي شي تاني. تمام؟ لا تقلقي شاهيناز خانم، قبل ما يعرف عدنان بيك أنا رح كون ناهي الموضوع. ممتاز. ماما شو صاير معك؟ خفت عليكي كتير. مو صاير شي نورا، ما في شي مهم. بعدين انت شو اللي جابك؟ يعني شو هالسؤال هاد؟ بعدين لو ما كان في شي ليش لحتى يجيبوكي على المخفر لهون؟ يا روحي هن سألوني عن وراء ناقصة بخصوص الجمعية وفي حدا اشتكى علينا. يعني ما في شي مهم. يعني طبيعي يجوا على البيت مشان هيك شغلة؟ ايه احيانا بيصير هيك شي.
خلينا نروح بلا ما يجي أبوك وما يلاقينا موجودين بالبيت. وإذا إجا؟ كتير عادي، وإذا إجا ما في داعي نخبره. شاهيناز خانم لازم يكون عنده أسرار. منيح يلي ما تخانقتوا مع بعض، لأنه أنتوا الاثنين معصبين. كأنه قلتي نحن الاثنين؟ أو شو فيها هي كمان قلي؟ يعني شو قصدك؟ بدك تقولي إنه الحق معه؟ لا طبعاً ما عم قول الحق معه، هو كمان حالته صعبة لأنه بيعرف إنه هو أبوه للولد. علي أمانة لا تعصب، بس حط حالك محله، مو نحن عم نظلمه شوي لجود؟ لك أنت شو عم تحكي ملك؟ آه؟ فهميني كيف نحن عم نظلمه؟ شو نسيتي إنه نحن تزوجنا مشان نحمي هالولد هاد؟ علي اهدى شوي ووطي صوتك بلا ما حدا يسمعنا. مو نحن كرمال هذا الولد عملنا كل شيء منقدر نعمله؟ مو جازفنا بكل شيء كرماله؟ قلنا حياة هالطفل أهم من أي شيء، شو يلي تغير هلأ؟ احكي ملك، ليش ساكت؟ احكي. إذا بتريد اهدى لأني ما حكيت شيء. نحن الاثنين كذبنا على الكل وحس إنه غلطنا بهالقصة، شو بدي أعمل؟ ملك احكي معي بكل وضوح، انت لساتك بتحبيه لهذا اللي اسمه جود ولا لا؟ شو لسه بتحسي مشاعر تجاهه؟ قولي ولا تضلي ساكتة. قولي. علي انتبه شو عم بتقول لك. انا حتى ما بتحمل تفكري فيه، عم تفهمي؟ لو كنت عم فكر فيه بيجي بعيش معك هون بالبيت، او كنت حتى بتزوجك. قولي ليلى، من كتر ما انك حشريه شي يوم رح تلزق اذنك بالشباب وما حدا رح يقدر يشيلها منه. لو تعرفي هالاذن شو سمعت هلا. حتى لو لزقت بالباب لا تقلقي، كل شي بعقلي. شو اللي سمعتي؟ سمعت شغلات كتير مهمه. يلا احكي، شوقتيني. هلا ما فيني احكي لك. يعني حابه تطققيني؟ وليش بقى؟ لازم تستني وكمان تطولي بالك، فهمتي أسيل؟ دخيلك لا تشوفي حالك علي فورا، اجا ضيفه لعدنان بيك وبدنا نعمل الأكل وبدك تساوي قهوة بالأول. يلا ماشي. لساتك مثل ما أنت، ما تغيرت أبدا. بتعرف إنه أنا ما بحب حدا يجبرني على شي عدنان بيك، فإذا أجيت بس كرمال علي. لو ما أجيت لحالك كانوا الشباب جابوك بالزور لعندي. أنا زعلان منك. زعلان مني؟ لكن انت ليش جبتني لهون؟ 3 سنين ونحن عم نشتغل مع بعض، وكنت الكل بالكل، وكانت كل آمالي معلقة عليك. قمت رحت هيك واختفيت. ليش؟ بس لأني يعني وقتها وافقت على مشروع لجود؟ جاوبني. والمطلوب؟ أنا بدي أعرف إذا في أسباب تانية ما بعرفها. معك حق، رحت لأنك اخترت مشروع لجود، ما في عندي أي سبب تاني. على كل، لهلأ ما عرفت ليش جبتني لعندك. أنت مديون لإلي باعتذار. جبتني لأعتذر؟ أنا بحياتي كلها ما اعتذرت من حدا ولا مرة صارت معي. بصراحة سمعت أنك عم تتدخل بأمور شركتي. جود اللي قالك؟ مو هذا المهم محمد. ماشي، أنا ما بدي مشاكل وما عاد اتدخل، بس هلأ إذا بتسمح لي صار لازم روح. لحظة، اقعد طول بالك، اقعد.